وأنا سعيد ولد العربي ساكن مع العقابي علي. أنا في الرياض صوفيا حي الميرات، ودابا شوف 14 عام وأنا ساكن معاه خدام عنده كيعطيني 750 درهم في الشهر. دابا اليوم داني الهجوم جابني المخزن وخرجني بالقوة لهنا للشارع، خلاني ولادي هنا في الشارع مشردين، ما عندي فين سكون، ما عندي حتى شي حاجة، ما عندي باش نكري، ما عندي حتى طب راسي باش نمشي لعندو. دابا واش عندي شي الحق في هذا المغرب ولا ما عندي شي؟ ما كانش دار القانون في هذه البلاد. أنا المرأة ديال سعيد ولاد عربي، احنا كنا خدامين عند عقابي عالي، عطانا السكنة وعطانا كل شيء، في الأخر كيشري علينا. احنا كنسيت هنا برا انا وليداتي، ها ولادي ها هما. شوف انا ما عندي فين غادي نمشي، انا راجل ديال واحد نهار وحنا خدام وحنا ما خدامش. واش كاين شي قانون ولا ما كاينش؟ دابا يحيى سيدنا، احنا رانا في الشارع ها في الزنقه. انا اليوم البات هنايا ما عندي فين غادي نمشي. دابا ولادي بقاو مشردين في الشارع. احنا دابا ولا مشردين والله ما عندي لا دار لا شي حاجه، حتى الفلوس في الجيب ما عندي شي باش نكري. دابا واش غنمشي نجبر لوتير ولا شنو نجبر؟ شي ثلاث ايام حنا ما بقى خلانا شد عليا البيبان، خلاني ولادي لداخل في الحبس، شد البيبان برا الزنقه، خلاني لداخل في الغرسه 15 يوم. دابا جا الضو، حنا بقينا بلا ضو. دابا بلا ضو بلا الماء، ولادي كيبقاو بالجوع. ايوا هجموا عليا انا هذيك النهار في العيد، هجموا عليا كيقولوا عندنا الوكاله تخرج من الدار قبل ما يجي هو. قبل ما يجي هو من الخارج، فوق جاوا من بلجيكا هذيك الساعه داروا جراو عليا كاع. انا برا دابا. دابا شنو غندير؟ دابا جاوا البوليس، واش هو اللي كيحكم البوليس ولا البوليس اللي كيحكموا علينا؟ ما نعرف شنو كاين. دابا هو جا هو وحميد وعبد الملك كيتحكوا علينا هنا، البوليس كيسيبوا لنا الحوايج للزنقه. علي العقابي اولادي هما مشردين في الزنقه. دابا شنو غندير انا؟ فين غنمشي؟ ما عندي لا دار لا حتى شي حاجه. انا في الزنقه، انا غنبات مع احدى القصب. فهمتي؟ دابا شنو غندير انا؟ واش كاين شي قانون ولا ما كاينش؟ اسيدي انا سقسيتيني على السيد هذا، كنعرفو ساكن هنا خدام معاه 14 سنه، ولادو كبروا هنا، لاكارت ناسيونال دارها هنايا.